مركز مكافحة السرطان بالولاية الذي يعد مكسبا للولاية ولمناطق الوطن المختلفة المحيطة بولاية الجلفة، حيث يقدم خدماته لمرضى السرطان. هذا المكسب الصحي مجهز بأحدث التكنولوجيات ويعتمد كليا على نظام الرقمنة في رقمنة الملفات الصحية للمرضى. هذا المركز يؤطره نخبة من الإطارات من الأطباء، حيث يقدر عدد الأخصائيين به ب70 مختصا، إضافة إلى مساعدين شبه طبيين وأطقم محترفة. هذا المركز الذي سيدشنه رئيس الجمهورية يعد مكسبا للولاية بالنظر إلى حاجتها إلى هذا الصرح، لأن الولاية يعاني سكانها الذين أصابهم الله بالمرض الخبيث من عناء التنقل إلى الولايات الشمالية على غرار ولاية البليدة وولاية الجزائر العاصمة. نتابع معكم إذن هذا المركز الذي سيمكن المواطنين المرضى من الاستفادة من خدمات صحية نوعية ستكون لهم أول الدعم والسند للوصول إلى مرحلة الشفاء من المرض الخبيث.